فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز السفر وشد الرحل إلى مكة لقصد تشييع جنازة لقريب؟ لا، أنا يسافر من أجل حضور الجنازة إلا إذا كان من أقارب الميت ويحتاجون إلى حضوره أو يتطلعون إلى حضوره، لا بأس إذا كان من أقارب الميت. أما غيره فيدعو للميت وهو في مكانه، يدعو له وهو في مكانه، ولا حاجة أن يسافر للصلاة عليه، نعم، أو لتشييع. ما ورد هذا عن السلف أنهم يسافرون للصلاة على الجنائز. نعم.